بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد معتو بكيو السره يانما ما حكم زكاة الفطر وما مقدارها يا هاي السره نمو علماء أكاقح السيمتيا بنو زكاة الفطر تقحتكي مدعكك واجبي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. واجبك تنيه واجبك أملك اختنمي إسي يسرفين دوده النمو يخمه يا عبه نيمي كاي بارو المكموك ما عبه تنيمكي عدسا كوكاكي كايدا يلوك مدود تواي تحتني مي عدايرو غيري تم مساكين قبطة لسن يحيه يحيمي قد بوهي. والأصل في ذلك ما ثبت دليل تقحتكي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إيمي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أرحكويا اللي فرموتي فرد أبيه اللي فردي تكمية كاكي حينمي مكموك ما عبه تنمية كاللي الرسول عليه الصلاة والسلام أمثله كسيسي ميتمي راي شعير كسيسي أمولك اقتنمي على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين مسلمين يكيم براكو ديري عن ريان بي سيوه لبوي نعوش يكا حرك ينو يكا يا زكاة الفطرة إسك يحيمي أو كاكي حينمي فردي واجبي. وأمر بها يلي فرموتي الدمر سيهن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة عدي صلاة قرانا ماك نهر العدير يحينمي حديث متفق عليه بخاري كمسلم ديميته لفظك كبخاري لما يبقى بخاري كمسلم تلقيت حديثي. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راقي سيراقلو قال إيمي كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي ندل ينهن ساكوكو زكاة الفطرة إياعك ننه صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه أكاك إياعك ننمي معو معتو بكيو زكاة الفطرة معوك يحينمي واجبك تنيه يلي فرموت عليه الصلاة والسلام أبيه كي سحابك دكا اللي أبك سكتمي معك يحينمي مقدار زكاة الفطر تقحتكي ويجزئ في زكاة الفطر صاع من قوت بلده كي بارلوس نمك مقمع أبوه لهتنم عيشكي صاع يحينن قد بو يحينمي لعتها حيل الله مثلا الرز يحيكي صاع يعني وعدي صاع النبوي عليه الصلاة والسلام وهو أربع حفنات ينيه بكفي رجل معتدل الخلقة در كده قبله أنه مهنة أود قبله أنه مهنة ما يقبه فنه كخدنيه تأنه مكو أفراء حفنات يعني ما أفراء كم سمعنا واجب اكتنمي الواجب على من ترك هاي حبكاتك كي إخراج زكاة الفطر أي عبكاتك كي ونملو محرد إذا ترك إخراج زكاة الفطر زكاة الفطرة يعني حبكاتك كحيوكاتك كي أثم زنبتها ووجب عليه القضاء مكلاً كالواجب اكتنيهي. وأما الحديث نعم تو سبته يعني معتو بكو ونسأل الله أن يوفقنا أن يوفقني وإياكم وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يسدد أقوالنا وأعمالكم.